من القاهرة مع دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور صلاح. أين القانون؟ دكتور صلاح، ايوه مع حضرتك، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. تابعت معنا أعتقد الشهادات هذه الفظيعة والتي وثقتها هيومن رايتس ووتش. القانون متى يتدخل؟ أولا بالنسبة لهذه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وانتهاك جسدي واغتصاب وتهجير، تخضع لهذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية طبقا لميثاق روما 2002، فيجب أن يقدم هؤلاء المتهمين في الجيش البورمي إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن توجد المشكلة في كيفية إحالة هؤلاء المتهمين بهذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. طبقا لميثاق روما تتم إحالة هؤلاء المتهمين عبر 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون الدولة التي بها هؤلاء الذين عذبوا والذين تم قتلهم وسحلهم وأيضا انتهاك حرماتهم واغتصابهم تخضع لميثاق روما موقعة ومصدقة عليها، بيد أن ميانمار ليست موقعة على ميثاق روما ومصدقة عليه. تظل حالتين: الحالة الأولى أن يجتمع المجتمع الدولي ويوثق هذه الجرائم ضد الإنسانية وتحال إلى مجلس الأمن ويتم التعامل معها طبقا للفصل 7 من الميثاق، وبالتالي يتم إحالة هؤلاء المتهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن قد تتعثر هذه المسألة، خاصة والعالم أجمع يشاهد ويرى ما يحدث من تعذيب للروهينجا في ميانمار. تبقى الحالة الأخيرة وهي طبقا للمادة 15 من ميثاق روما، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إذا ما قدمت له مستندات الموثقة لهذه الجرائم من منظمات حكومية أو غير حكومية وارتأى أنها تخضع لأحكام وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، في هذه الحالة الأخيرة يجوز إحالة هؤلاء المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية. الحالة الأولى ميثاق روما، ما هو؟ الحالة الأولى أن يكون هؤلاء الذين خضعوا أو لهذه الجرائم وارتكبت بحقهم أن تكون الدولة موقعة ومصدقة على ميثاق روما. وميانمار ليست مصدقة على هذا الميثاق. ليست طيب. مصدقة. بين الثانية مجلس الأمن تحت الفصل 7 أو 3، ما الذي فعلا يمكن إقامته الآن في هذا الوضع؟ وهل يمكن يعني التدخل الآن؟ نتحدث دائما وستتطرق معك لهذا الموضوع بعد قليل، موضوع المحاسبة لاحقا، ولكن الآن ما الذي يمكن فعله لإيقاف وللحؤول دون المزيد من هذه الفظائع؟ أرى من وجهة نظري أنه في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن هذه الجرائم وعدم إحالة هؤلاء المتهمين إلى مجلس الأمن طبقا للفصل 7 من الميثاق، أرى أن تجتمع كافة الدول الإسلامية داخل أروقة الأمم المتحدة بالإضافة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية وتوثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى المدعي العام. طب منظمة هيومن رايتس ووتش كما تابعنا قبل قليل مديرة قسم الدفاع عن حقوق المرأة تحدثت لنا حول هذا الموضوع بأنه تم توثيق، نتحدث عن 52 سيدة وفتاة، ثلاثة من هؤلاء 3 فتيات دون سن 18. نعم، هذه المنظمة طبعا بالطبع منظمة عالمية وكافة مستنداتها الموثقة من هذه الجرائم، بخلاف أيضا ما وقعت بحقهم هذه الجرائم من أبناء الروهينجا يتقدمون إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام. وأرى أنه لو قدمت هذه المستندات الكافية لضلوع هؤلاء المتهمين من الجيش البرمي سوف يتحولون إلى المحاكمة العاجلة. متى؟ القانون بهذه الحالات هل مفروض أن تنتهي حرب في هكذا بلد ما أنه تعيش هذه الحالة اليوم عفوا ميانمار، أم ممكن التدخل في الوقت الحالي؟ عندما تقدم هؤلاء المجني عليهم من الروهينجا الذين تعرضوا للتعذيب أو التعذيب الجسدي أو التهجير القسري إلى بنجلاديش وغيرها،
الى المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه بخلاف المنظمه الغير حكوميه او منظمات اخرى، ارى ان هؤلاء المتهمين سوف يتم القبض عليهم وترحيلهم الى المحكمه الجنائيه الدوليه، وارى ان في محاكمتهم وقف لهذا النزيف من الدم والتعذيب والاباده. شكرا لك. من القاهره دكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي.